مقطعا مصورا لتوزيع مادة الطاحين على المواطنين في قضاء الوركاء بالمثنى، وهو مليء بالديدان. المقطع سجله أحد المواطنين الذي استلم الطحين، نشاهده وإياكم. اليوم 26/6/2019 باوع هاي الوجبة، جتنا البارحة بالليل. جمهورية العراق، وزارة التجارة، الشركة العامة لتصليح الحبوب، مطحنة السماوة الحكومية المثنى، حتى ما نتبلع على العالم. يعني كل شيء نلزمه ونشره ونتبلع على العالم. شوف الطحين هذا اللي أهل السماوة والكوت والناصرية ما يأخذون الحنطة مالتهم إلا خطة، خطة الكيمياء، وما ما أعرف يعني شلون مرتبينه ويا وزارة الزراعة حتى يسوق الفلاح. شوف اليوم الطحين جايبينه لنا، الطحين اللي جايبينه ما أدري هذا الحبوب استيراد، ما أعرف ليش، بس باعوا هذا الطحين. باوع 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 باوع، وحق رب الكعبة هذا الطحين اليوم هسه. يعني ما دريت أنا، بس من جوهري قالت تعال شوف الطحين هذا الفيديو اليوم 26/6/2019. هاي وزارة التجارة، ما أعرف وزارة التجارة بالسماوة حاصرة منطقة الوركاء، قضاء الوركاء السماوة منطقتها الحويش، والتشياس لحد الآن. هسه هذا تشيس وكو تشياس لأخوتي، هسه جت شوفوا أباوع. مشاهدينا، بالتزامن مع ما سنعرض عليكم الآن من صور نقرأ عليكم تعقيبها، وزارة التجارة قالت من جانبها، قالت إنها وضعت اليد على مخزن لأحد وكلاء المواد الغذائية في الوركاء بمحافظة المثنى، والذي تم إيقافه عن العمل ومعاقبته لسوء الخزن وإبقاء حصة مواطنين لشهرين دون إعادتها إلى مركز القطع في المحافظة أو تجهيزها لمستحقيها.